مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن علامات الضعف في السوق الأمريكي قبل أن تظهر. وخلي بالك، ما فيش أسهل من الكلام عن المستهدفات العليا واستمرارية الصعود والأرباح المتتالية، ولكن يغفل الناس في هذه الأوقات الحديث عن علامات الضعف التي لما تظهر ممكن تسبب تصحيح قوي في السوق، وربما تصحيح أعنف من المتوقع، لأن احنا بنختبر مناطق مقاومة شهرية طويلة الأجل عند 6150 نقطة. هذه المناطق تسببت في السابق في تكوين قمم متتالية، وفي مرة منهم تسببت في هبوط عنيف في السوق توافق وتزامن مع التعريفات الجمركية التي أقرها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا وشتى دول العالم. تعافي السوق في الوقت الحالي رجع به مرة أخرى نحو مناطق المقاومة الشهرية الطويلة الأجل. فنخلي بالنا من إيه؟ السوق إيجابي وما زال إيجابي ومكمل طلوع، لكن في شوية شروط نخلي بالنا منها. على الإطار الزمني اليومي، في مناطق تخص خط اتجاه محتمل على الإطار الزمني القصير. هذا الخط الخاص بالاتجاه المحتمل على الإطار الزمني القصير يصنف موجة صاعدة قصيرة الأجل، ما دام السوق محافظ على التواجد بداخل تلك الموجة الصاعدة القصيرة الأجل على الرسم البياني اليومي فهو إيجابي. ده له معنى عكسي، إن إذا ما انكسرت هذه الخطوط الداعمة الخاصة بالموجة الصاعدة معناها إن في ضعف، وبرضه معناه له معنى آخر إنه ما قدرش يحافظ على الثبات فوق المقاومة الشهرية حول 650. طيب، في أيضا قاع مهم جدا أو دعم إذا ما شئنا الدقة حول مناطق 5960، دعم هام للغاية. هو تصنيفه قصير الأجل لكن أهميته مهمة جدا، لأنه لو انكسر معناه إنك كونت قمة مرة أخرى حول المقاومة الشهرية المذكورة، وكأنك تعاود تكرار نفس الحدث السابق عند نفس المكان. هذا لا نتمناه أبدا، لكن لو هذه المعطيات حصلت فده معناه إيه؟ لو المعطيات السلبية دي اتحققت معناها إن السوق داخل في تصحيح. طيب، يبقى أنا يهمني الحفاظ على القناة السعرية الخضراء، يهمني استمرارية الحفاظ على إغلاقات فوق 6150، ولو السوق نزل قليلا لأسفل أخلي بالي كويس جدا إن هذا يصنف ارتدادا من قمة شهرية. الخطر بعينه والتصحيح العنيف المقلق الذي ممكن يؤدي لانعكاس الاتجاه القصير الأجل بالكامل عند 5800 نقطة. فإذا كان في رقم ولا بد ومهم جدا الحفاظ عليه خلال الفترة القادمة حتى لو حصل تصحيح، مهم جدا نحافظ على 5800، لأنها لو انكسرت هيبقى الاتجاه القصير الأجل كله انتهى وإحنا في موجة دافعة لأسفل ممكن جدا تذهب لمستويات سفلية بعيدة حول أقرب دعم سيكولوجي وفني عند خط الاتجاه الأصلي الصاعد حول 5000. تقدر تراجع معايا سريعا علامات الضعف المحتملة التي إذا ما ظهرت تاخد بالك. أول حاجة، عدم الثبات فوق المقاومة الشهرية وتحويلها إلى دعم، الخروج من القناة السعرية الخضراء قصيرة الأجل، كسر الدعم اليومي القصير الأجل عند 5960، والضربة القاضية كسر مناطق الدعم الأسبوعي عند 5800. لو الكلام ده حصل تبقى عارف إن بالتدريج السوق بيتحول للأسوأ،
لكن لو ما حصلش ونتمناه ألا يحدث، احلم براحتك بقى بمستهدفات عليا زي ما انت عايز، تبدأ من 6400 مرورا ب 6500، وممكن على الإطارات الزمنية الطويلة 7000. عن الاس ان بي 500 اندكس اتحدث، احلم بمستهدفات براحتك، الكل دلوقتي بيتكلم براحته خالص عن مستهدفات عليا، لكن ما تنساش عوامل الضعف التي ذكرناها، لانها ربما تكون طوق النجاة في وقت الانعكاس الذي يغفل فيه الكثيرون عن علامات الضعف. كورس بي سي اي باب الاشتراكات مفتوح، اخر يوم بكره، آخر يوم للاشتراك في كورس بي سي آي الخاص بدورة الصيف بكرة يوم الاثنين. بعد كده إن شاء الله هيغلق باب الاشتراك لحد بداية الشتاء.